اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله. وكان منورنا ومشرفنا بصراحه الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير صحيفه الاهرام الاستاذ الكبير استاذ نبيل عمر اهلاوي من العيار الثقيل، كان في ضيافه الزميل العزيز محمد الجندي. ان شاء الله يعني نتشرف باستضافته مره ثانيه ونتكلم معاه اكتر واكتر في الكوره. واضح ان هو شخصيه يعني عظيمه جدا وكمان حافظ تاريخ نادي الاهلي وبيعرف يتكلم ويدي نادي الاهلي حقه قوي 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 في اطار احترامنا احنا كاهلاويه عموما. ان شاء الله يبقى معايا كمان او في هذه الفقره بيشرفني شاب جميل جدا كريم رزق ناقد رياضي اهلاوي برضه اصيل وتقيل كمان، هيشرفني حالا دلوقتي، هيكون معاكم حالا دلوقتي. هنتكلم معايا عن تفاصيل كتير جدا في الامور الرياضيه اللي دارت في الشارع الرياضي في الاسبوع السابق او الاسبوع اللي احنا فيه ده، يعني حاجات كتير هنتكلم معايا فيها. وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم ان شاء الله كل اسبوع هيشرفنا شاب جميل ان شاء الله يكون ليهم مكان في القناه، وكان من سياسه القناه ومن سياسه الدكتور خالد توحيد الله يرحمه. منور الدنيا يا كريم. نعم، اهلا بحضرتك يا كابتن. انا مبسوط وسعيد ان انا مع حضرتك، انا مبسوط وسعيد ان انا على قناه النادي الاهلي دي، يعني بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، ويعني بتمثل لي شخصيا كنادي اهلي حاجة غير أي صحفي في مصر. يعني كل الصحفيين الزملاء أكيد فيهم طبعا يتمنى يبقى متواجد، لكن أنا بشكل شخصي التواجد على في قناة النادي الأهلي مفيش حاجة تساوي ده في حياتي المهنية حتى مستقبلا، يعني أيا كان وصولي. يعني بنسعد بيكم جدا، ربنا يخليك، وعايزينكم تبقوا معانا على طول، ودايما بتنورونا كان فاروق وبعدين كيش وبعدين أنت. إن شاء الله كل اسبوع كده نجيب لغايه لما تحتلوا القناه ان شاء الله. لا نبقى متشرفين وفرحانين بكم جدا جدا ومكانكم. لا لا ان شاء الله اللي يستحق حاجه ياخدها لاجل النادي الاهلي. لو في حد احسن مننا ربنا يا رب يوفقه في الظهور، يوفقه ويخلي العين تبقى عليه، وان شاء الله يعني ربنا يكرم الجميع باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا بس كنت عايز انعي الاول شهداء محطه مصر النهارده القطار، ربنا يا رب يعني يرحمهم ويصبر اهلهم ذويهم باذن الله، وان شاء الله يعني يا رب مستقبلا نبقى حاطين ايدينا على العيوب كمصر، ان ما تتكررش الامور دي تاني، شيء اصبح شبه سنوي او شبه دوري. ربنا ان شاء الله يعني يعفو عننا كشعب مش حمل الكلام ده خالص، يعني يا رب يا رب. بس المره دي الموضوع مختلف تماما، اهمال غير طبيعي غير طبيعي غير طبيعي، يعني الحمد لله الحمد لله، الحمد لله. ربنا ما يجيب ابدا حاجه وحشه لمصر، والشعب المصري يستاهل كل خير ومصر تستاهل كل خير، ان شاء الله يعني نتلاشى هذه الحوادث باذن الله في المستقبل القريب باذن الله. انا معاك. شوف بقى عايز نتكلم في ايه، عايز نبدا في ايه، عايز تتناول الاحداث ازاي. قولي الاول، عرفني على كريم رزق الاول بعيد عن الاحداث دلوقتي، عايز اتعرف عليك انت شخصيا بقى ونعرف الناس بيك. بعيد عن الاحداث في حاجه انا حابب اذكرها، يعني اتفضل. انا بني ادم غيرت مسار حياتي، انا كنت طالب في كليه هندسه قعدت 3 سنين ونص فعلا في كليه هندسه، وبعدين حاولت اعلام انجليزي تمام، وبدات من الاول طبعا، والحمد لله يعني عملت كامباك كده زي بتاع كريم نيدفيد في حياته، المونتاج زي بتاع كريم نيدفيد كده. الحال الحمد لله يعني تغير. طب ايه اللي غير الوجهه؟ اللي غير الوجهه الحاجه اللي انت بتبقى اعلام انجليزي. اعلام انجليزي اعلام انجليزي اعلام انجليزي في جامعه القاهره. الفكره كلها ان انا حابب، انا كنت بكتب من وانا قبل ما ادخل هندسه، وانا في ثانويه عامه انا فاكر اول مره حاجه اكتبها ياخدها موقع كان في 2010 كاس العالم البرتغال واسبانيا، كان تحليل على الماتش. من بعدها انا حسيت ان انا حابب يعني الكوره، الكوره بشكل عام هي حياتي. قبلها كنت بلعب ما وفقتش في ان انا اكمل، حبيت الموضوع من الناحيه الاعلاميه. عندي والدي الحمد لله يعني الحته الاعلاميه دي، مع انه استاذ جامعه في كوت ديفوار ملوش اي علاقه، الحته الاعلاميه دي عنده كويس فيها، حاسس ان انا خدتها منه. فقلت يعني لا انا محتاج ان انا اغير، محتاج، وحتى واجهتني مصاعب كتير جدا طبعا. بس لا يعني لقيت اللي سندوني، ويعني الحمد لله الحمد لله دلوقتي اشتغلت في من وانا كنت طالب اصلا، اشتغلت في شفت اشتغل في مصر العربيه في جول سوشيال ميديا في اماكن كتير، يعني في اخر محطه ليا كانت مجله الاهلي. وعشان كده انا بقول لحضرتك انا مجرب شعور اتصال البني ادم بالحاجه اللي بيحبها. بمجرد وجود اسمي
كريم راح مجله الاهلي، حفاوه الناس واستقبال الناس الخبر ده كان امر مفاجاه كبيره جدا. غير ان انت بتحب اصلا الموضوع جدا يعني طبعاً الاهلي طبعا طبعا الاهلي وحاجه انت كنت بتسعى الحاجه اللي انت مش بتعمل لها حسابات. كريم تعالى للحاجه الفلانيه دي، حاضر، ما فيش اي مشكله، ما فيش اي حسابات. حاجه بتعملها زي اي حاجه انت بتحبها، يعني بتحب شخص، بتحب اخ، بتحب حبيبه، بتحب اي حاجه. انت بتروح وانت مغمض عينيك. فهي الشخصيه ما بتتجزأش، اللي بيحب حاجه بيديها هي هي ايا كانت ايه نوعيه الحاجه يعني. اكيد اكيد. ثالثه كليه كنت في هندسه وخدت قرار ان انت ترجع اعلام انجليزي، وما تاخرتش خالص في اعلام انجليزي الحمد لله، وفرصه ومشيت الدنيا. مين اللي ساندك في القرار الجامد ده؟ والدي ووالدتي لما حسوا خلاص انا مش مستحمل. حضرتك دكتور، حضرتك بتقول دكتور في دي اكبر حاجه. والدي ووالدتي الاثنين دكاتره، الاثنين في كليه الزراعه اكاديميين، الاثنين النقطه دي الناس تقول لك مع ان والدك دكتور ازاي وافق على حاجه ده، هو بالزبط. علشان المستوى الفكري والتعليم الحمد لله جابه ان هو يجازف وخلاص، هو مستقبل كريم وهو عايز ده، وشاف الشغف والحب وقد ايه انا عايز اوصل. في فرق، هو شاف هنا الطموح عامل ازاي وهنا الطموح عامل ازاي. يعني زي لعيبه الكوره، في لعيب طموحه انا عايز اقصى طموح لي انا اروح النادي الاهلي، احنا كجمهور احنا عايزين اقصى طموحك كفكر مش جوه الملعب. لا، جوه الملعب انا عايزك تدي كانك احسن من كانتي مثلا في تشيلسي، بس تفضل جوه النادي. ده موضوع، هو ده حدودك بالظبط. لكن طموحك، لكن احنا عايزين طموح كبير جدا بالظبط. نفس القصه في والدي طقه، ان انا لا انا عندي الحته دي، فساندني الصراحه بكل قوه، ويعني ما حسسنيش بازمه. يعني اي اب تاني حتى كان يضغطك. جميل. لا لا الحمد لله، ده رزق. هو انت في يعني يحاول ياخد ويدي معاك ويقنعك. احنا في ثالثه هندسه، لا لا برضه كليه كبيره. لا لا الحمد لله. صحيح اعلام انجليزي طبعا، يعني برضه جامعه كليه كبيره جدا، لكن انت في هندسه في ثالثه. يعني احنا عندنا مشكله في مصر، احنا عندنا مشكله في مصر وهي ما لهاش علاقه بمصر، هي ليها علاقه بالتفكير، بتفكيرنا احنا بس احنا كمصريين. ان كليه هندسه كليه عاليه، كليه هو ده على فكره اللي خلاني في الاول اختار وانا عندي 16 17 سنه كليه هندسه. انا طالع من ثانويه عامه ما عنديش الوعي الكافي اللي يخليني اشوف لا ده في بتحب ايه؟ انا بحب ايه؟ انا كنت عايش يعني في المانيا. في سؤال وانا في ثانيه ابتدائي واولى ابتدائي هناك كنت بتساله، عمري ما سالته هنا في مصر، ايه هي موهبتك؟ يعني انا لو دخلت على طفل في اولى ابتدائي هنا سالته ايه هي موهبتك؟ هقول لك عايز تطلع ظابط. ما بالظبط بالظبط كده. تمام. فا ايه موهبتك؟ لا انا مش بسالك انت نفسك تبقى ايه؟ ايه موهبتك؟ انت شاطر في ايه؟ رسم، كتابه، حتى نقد مش نقد رياضي، مش نقد حاجه. في اطفال صغيره انت بتتنبأ فيهم، ده بتشوف فيهم، ده المنظومه التعليميه المفروض تبص انت شايف في ده ايه؟ توصله له. انت مميز. بداوا كده كريم، بداوا في بعض المجالات. اتمنى وانا بعيد عن النقطه التعليميه دي دلوقتي بصراحه، لان انا لسه طبعا بداوا ينموا كمان المواهب بتاعه الطلبه. ده امر عظيم يعني، ربنا ان شاء الله يكرم. هو ده اللي خلاهم يدوني سبورت الكافي ليا ان انا اقدم على الخطوه. وما ندمتش لحظه الحمد لله، ما ندمتش لحظه، لان انا اخترت الطريق. انا اعلام فكوره هي الحاجه اللي انا حاببها، فانا هنزل اتدرب واتعب واعمل وادرس الصبح وهتدرب بالليل. اي حد في الدنيا بيتعب في وقت من الاوقات اللي مقدره ربنا هياخده. ربنا بيبتليك بصبر، انت مش لازم تاخده في الوقت اللي على مزاجك. بالزبط. ربنا بيبتليك بصبر. يعني هتاخده هو رزق. انا الحاجات دي انت عارفه لسه كنت بقول لحضرتك هنريك لارسون. الحاجات دي هنريك لارسون متيقن منها جدا. يعني اللي بيتعب ربنا بيديله اكيد. بالظبط. ما فيهاش خلي بالك نسب. اللي بيتعب ربنا بيديله. امتى بقى دي بتاعت ربنا؟ ده قانون حياه. ده ملوش علاقه بالديانه اللي انت بتعتنقها اصلا. بتتعب في الدنيا هتاخد، في اي ديانه او اي عقيده انت بتفكر تتعب هتاخد، ده يعني قانون الحياه. انا عايز بس اقول للساده المشاهدين، احنا بنضحك وبنتكلم عادي، لكن قلوبنا بتقطع من جوه، يعني دي حقيقه والله العظيم. ومش عايز اقول لكم، كان كريم قبل الهوا كان بيتكلم ازاي وقد ايه ان هو جاي في ظروف مش طبيعيه، لكن هي دي الحياه، دي الحياه، ولازم نكمل ولازم نمشي. عندنا حوادث كتير، قبل كده كان عندنا 74 واحد اهلاوي مات والحياه مشيت، وكان عندنا شهداء جيش وشرطه وشعب وثورات والحياه بتمشي.
فمش عايز اقول لكم اسف ان احنا يعني بنكمل الحياه، لكن هي دي الحياه، يعني هي دي الحياه، فنحاول نتقبلها بحلوها بمرها، وان شاء الله ان شاء الله ربنا حامي البلد وربنا حامي شعبها، وان شاء الله هنكمل وهنكمل بخير، وان شاء الله نوصل للي احنا عايزينه باذن الله. امتى؟ برضو عند ربنا، بس احنا زي ما بنتكلم انا وكريم بنعمل اللي علينا دايما، بنكمل الحياه وبنمشي وبنتعب، وفي شغلنا هنا بنيجي بنشتغل واحنا زعلانين واحنا قلبنا متقطع، وبنضحك وبنكمل الحلقه بتاعتنا والدنيا بتمشي. يعني انا بس حبيت اقول لكم ان احنا عمرنا ما بننسى اللي فات اساسا، فتخيلوا النهارده، لكن هي دي الحياه. ولا يا كريم؟ بالظبط كده، يعني ما فيش حقيقه ابشع من الموت، ما فيش حقيقه في الدنيا بنقابلها ابشع من الموت. اكيد. تعالى بقى ندخل في الحياه بتاعتنا بقى. في الحياه بتاعتنا شفت الاحداث ازاي الفتره الاخيره دي بصفه عامه، وبعدين انت بقى يعني جزقها زي ما انت عايز. ماشي، الوقت معاك. ماشي يا كابتن. اولا شكرا على تحت الفرصه، في فرصه انت ممكن تدهاني، ما تبقاش بالمساحه دي، وفرق المساحه. لا، حضرتك مديني فرصه بمساحه كافيه، حتى لما اتكلمنا من قبل الهوا، من ساعه ما عرفت ان انا طالب. بص، انا هقول لك على حاجه، وده حقكم وحق الجمهور. انا دايما لما حد بيكلم بعت لي مثلا فريند ريكوست، انا بستغرب قوي لما بقول له شكرا ان انت قبلت، انا بقول له شكرا انت ليك. فانا بقول لكم فعلا والله العظيم ثلاثه شكرا ليكم انتوا، ان انتوا شباب زي الفل، شباب شغالين جزء كبير قوي من وقتكم بالنادي الاهلي، بتدافعوا عنه وبتجيبوا حقوقه، وحتى على الفيسبوك عندكم محبين وعندكم متابعين اقتنعوا بيكم قوي من خلال ارائكم الصادقه، لان هم الجمهور خلي بالك ما بيحسش اي حد، ما بيصدقش اي حد. فانتوا اللي شكرا ليكم، مش احنا اللي شكرا ليكم. لا، ربنا يرزقنا السداد اولا على دي، مسؤوليه كبيره ان شاء الله. مهما حد شافها سهله، وهي ممكن تبقى تافهه بالنسبه لقضايا كتير جدا مجتمعيه في حياتنا، وده حقيقي ولا ننكر ذلك ابدا، لكن هي مسؤوليه. احنا شفنا القرار بتاع اتحاد الكوره يلضم في الكلام بتاع حضرتك، قرار اتحاد الكوره للاحتقان الجماهيري. فبيسموا دايما الناس اللي بيتسمع لها الكلام او الناس بتقرا لها ان هم الاوبينيون ليدرز، بعيدا عنهم بقى في السوشيال ميديا او لا، الناس المفكرين المجتمعيين، او ممكن ناس بيعتبروا والده حد اكبر منه. تمام. وبيسمع له. تمام. ده بيبقى عليه مسؤوليه كبيره جدا. أكيد. فربنا يرزقنا السداد فيها. ده اولا كبيرة. يعني كلام في حته مهمه قوي، خلي بالك. لا لا لا، ده كلمه سيف. لا لا لا، الكلمه هي اللي جايبه 90% من المشاكل. ده انا كنت عايز اقول لحضرتك حاجه، انت عارف تناول الاعلام كله للازمه، وخلوني انا دلوقتي اقول كلمه ازمه في مشكله اتحاد الكوره، وانا اعني ان انا اقول ان هي مشكله اتحاد الكوره فقط. هي اسمها سجال. لو انت دخلت اي حد طرف في الموضوع وانت بتتكلم عن رياضه، فاسمه السجال الذي حدث. هنا انت بتتكلم عن مهنيه، المفروض ما اسمهاش أزمة اتحاد الكورة. أزمة يبقى ليها أطراف تدخلت في الأزمة، أطراف كلها لها فعل ورد فعل في الأزمة، وده مش متواجد. احنا عندنا جدول واضح ان هي مشكلته الوحيدة ان هو جه يوم 6-1، فهي دي المشكلة الوحيدة استلمناه. هو المشكلة ان هي 6-1 استلمناه جميع الأندية. فعلا جه يوم 6-1؟ جه يوم 6-1، 6 يناير. اليوم 6-1 ده عمل مشاكل كتير. يوم مؤتمر جوزيه برضو كان 6-1 في العودة في الدوري اللي عملنا فيه كومباك بإذن الله زي الدوري ده إن شاء الله. ربنا كريم. 6-1 هو دي ممكن تكون هي المشكلة، لأن أنا مش شايف أي مشاكل تانية. كل الأندية ارتضت الأمر بدليل إن ما فيش تعليق، مش مثلا ذم او متضايق او ضيق ان في ان على الجدول، يعني خالص. هو مفيش اي حاجه خالص. انت ما اتكلمتش خالص. انت ما فيش اي نادي. لا لا، ده تسلسل الموضوع. ركز معايا حضرتك. انت دلوقتي جبت جدول جميع الانديه تسلمته جالها على النادي. انا مضيت بالاستلام. كل مدير تنفيذي في النادي التابع لي مضى بالاستلام. تمام. تيجي بعدها في الأزمة أطرحت إعلاميا. لما أزمة تطرح إعلاميا، أنا كمسؤول موقفي الرسمي إيه؟ يعني أنا مالي. عضو اتحاد كورة بيطلع يتكلم، هو شغال إعلامي بالليل، فبيطلع يتكلم بصفته إن هو إعلامي. يقول زي ما يقول. له كامل الاحترام،
وله حق ان هو يقول اللي يقوله، بس ما يحاسبش عليه. هو ملوش حق، بس انا ماشي ماشي. لا 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 لا، احنا نقول ان احنا ارتضينا وقبلنا كمنظومه باكملها ان ارتضينا ولا قبلنا، والله يا كريم، بس ماشي معلش يعني ماشي. خلاص هو امر واقع وتقبلناه، نمشيها ان هو امر واقع وتقبلناه. ان انت عشان خاطري ان حضرتك ان انت تطلع بالليل يعني كابتن عبد الحميد حسن ميدو، عشان مش عايز اضرب امثله، كابتن هضرب حضرتك مثال، كابتن عبد الحميد حسن ميدو موجود عضو اتحاد كوره تمام، اعلامي وعنده النهارده مستضيف كريم، يطلع يقول اصلي الاهلي لو حب يأيد فلان الفلاني بكره مش هينفع، غير مسؤول، تصريح غير مسؤول بدليل ان حصل عكسه تاني يوم، فيعني تصريح غير مسؤول. حسبتك انا على ده؟ لا، بتطالبني ليه اطلع ارد عليك بنفس الاسلوب اللي انت طالع تتكلم في الاعلام؟ انا ما جاتليش ورقه رسمي، انا كمسؤول بتعامل مع رسميات بالظبط، ولا جمهور يطلع يقول لي رد، ولا سواء جمهور ناديه او جمهور اخر. جمهور ناديه انا له حق عليا، انا له حق ان هو يطلع طبعا يقول رد يقول، وانا ليا حق ان انا بافعالي كمسؤول ابين له انا ليه ما ردتش في النتيجه. لما تحصل النتيجه انت هتفهم انا ليه ما ردتش. انا وحصل كتير وحصل. انت عارف حضرتك النقطه الجميله جدا في كل اللي حصل ده، ان اللي انتصر في الاخر شعار لا يصح الا الصحيح. هو ده اللي انتصر بالظبط، او شعار اخر بالبلدي امشي هات اللي يحتال عدوك فيك بالظبط تمام. وبرضه انا شايف ان عدوك ده لفظ احنا اتجرينا ليه، يعني احنا ما عندناش اي اعداء، احنا عندنا منافسين، لكن احنا لفظ اتجرينا ليه للاسف في اخر فتره. يعني ما لازم ارد على الاقل بالطريقه دي. فلا، انت اتجريت ان انت تبقى في الموضوع كله كطرف، وانت مش طرف، انت النادي الوحيد اللي رديت لما اعلمت بان هيحدث تغيير، رديت وقلت انا موقفي واضح وصريح، انا ملتزم بالجدول. انا عندي سؤال، هنفترض دلوقتي ان الامن لم يؤجل، وان الناديين المتنازعين بافتراض، انا دلوقتي بتكلم بلغه اتحاد الكوره، في ناديين متنازعين قدامه، الناديين المتنازعين دول لو كانوا كملوا النزاع اللي هم يعني فيه، انا هلعب في الدوري وانا هلعب في الكاس، كان ايه اللي هيتم؟ ايه اللي هيحصل؟ لو النادي الاهلي بعيدا عن دور المجتمع ان هو لازم يحافظ على المنظومه، لان هو النادي الاهلي له تاريخ وله سوابق في ده، كان هيعمل ايه لو صعد الموضوع؟ انا مستلم جدول، موقفي سليم 100%، مشكله لمين؟ للاهلي؟ لا طبعا، بس خلاص انا حليت مشكلتي كده خلاص كطرف كنادي اهلي، انا ما عنديش اصلا مشكله، انتوا بتحطوني طرف فامر انا لا اعاني منه. وبعدين خلي بالك، عايز اقول لك على حاجه، الاهلي لما اتحاد الكوره طلع الجدول اللي حضرتك اتكلمت فيه ده، والانديه قالت خلاص امين والدنيا تمام خلاص، يعني انا بقويك انت كاتحاد كوره، انا بحترم قرارك انت. الاهلي والاتحاد السكندري انت فاهم؟ لا ده لا، انا كاهلي لما اقول انا متمسك بجدولك حضرتك، انا بقويك انت بجدولك. بقول لحضرتك ان ده مش موقف اهلي بس، بدليل لا، ما هنا هننتقل لنقطه ثانيه مهمه جدا. يوم كان مهم جدا، الا وهو لما حصل الاجتماع اللي ما عرفناش ودي ولا رسمي، لكن طبعا رسمي، يعني لان في دعوه راحت النادي الاهلي، والنادي الاهلي مش هيبعت ممثل ليه الا لما يبقى في دعوه أكيد. بدليل ان كل الخطوات او كل النتائج اللي حصلت او كل التصرفات اللي حصلت من مبعوث النادي الاهلي هناك مدروسه بالظبط، مش مفيش حاجه في هو النادي الاهلي ماشي طول عمره بالاصول طبعا. انت لما رحت هناك ايه تفاصيل اللي حصل؟ تفاصيل اللي حصل حضرتك ان انت كنت عايز، اول خطا حصل كنت عايز تناقش امر مش محطوط في جدول اعمال الجلسه بالظبط، وده دليل ان الجلسه رسميه بالظبط، بدليل رفض الحاضرين مناقشه الامر من الاساس. مش النادي الاهلي فقط، مش النادي الاهلي فقط، لا ده كل الانديه. انا عندي جدول سستمت نفسي عليه وهلعب على اساسه. هنا النادي الاهلي اثبت موقف، ومهندس خالد مرتجي الممثل للنادي الاهلي اثبت موقف واضح وصريح بدون تجاوز. سؤال تاني انا حابب اساله حضرتك، يعني بما ان انت اهلاوي، لو النادي الاهلي في اي خطوه من الخطوات دي كان وضخ
ونزل وكان يبقى له رد فعل غير اللي احنا معتادين عليه. هل النتائج كانت زي ما هي أكيد دلوقتي؟ لا. أكيد لا. لا. كان بعيدا عن الموقف الامني كان ايه اللي هيحصل؟ لا، ان الاهلي كان هيبقى في موقف سيء. لكن كل اللي احنا فيه ده قيمه ضبط النفس، قيمه احترامي لنفسي، احترامي قيمه الاهلي طبعا. جميل. قيمه الاهلي، لا لا لا، هي قيمه الاهلي دي هو واخدها كاسم من ايه؟ من تاريخه اللي مين عامله؟ مشجعيه، مسؤوليه. ما بي احنا اصلا اجمل ما في هذا العصر او اللي مخلينا صابرين على اي حاجه كمشجعين النادي الاهلي هو ان المسؤول والجمهور عقليتهم واحده، كل المنظومه النتائج هي الفصل ما بيننا. بنوصل للنتيجه سويا كجمهور، ايا كانت وسيله، انا كجمهور مختلفه ووسيله المسؤول ووسائل مختلفه، وممكن نعترض في النص ونقول لا انت ماشي غلط ولا كذا ولا يعني. في النهايه النتيجه قالت الى ان النادي الاهلي وصل الى مبتغاه، هو ده الحقيقه الواضحه الصريحه، والتزم بجميع ما نص عليه بيانه التاريخي. التزم بجميع ما نص عليه بيانه التاريخي. مفيش كلمه النادي الاهلي، النادي الاهلي مشكلته ان هو مش زي بقيه الانديه. الانديه بتبقى متوقعه ان هي محطوطه في نفس الموقف، فرد فعلي هيكون ايه واتعامل على هذا الاساس. لا، النادي الاهلي تاريخه بيقول ان هو مختلف. مش يعني هو النتائج بتقول ان هو احسن، مش هو اللي قال على نفسه ان هو احسن. لا، انا بدير بطريقه معينه واسلوب معين، ومطبخ الاداري في فرق بين ان انت تدير استثمارات، وفي فرق بين ان انت تدير انديه جماهيرها يعني اهدى شويه من النادي الاهلي، وفي فرق بين ان انت بتدير النادي الاهلي نادي مؤسسه، اكبر مؤسسه في الـ في الـ في الـ في الوطن العربي، مش في افريقيا بس، اكبر مؤسسه في افريقيا وفي الوطن العربي. لا لا، في دور مجتمعي انت كمسؤول. حلو قوي. ده اللي انا كنت اقول لك عليه. الاهلي لما بيتعامل دلوقتي يا كريم، ما بيتعاملش ان هو اهلي بس، الاهلي تعدى مرحله الاهلي بكتير. الاهلي بيتعامل ان هو صوره مصر، صوره العرب وافريقيا طبعا. تخيل انت كنت اتجريت للطريق، الشتيمه والرد والكلام ده كله، هيقولوا ايه ده خلاص، ما كانش في حاجه خالص. يكاد البعض يشوف الاهلي ان هو مختلف. لكن تخيل الاهلي مش مختلف. تخيل الاهلي صح مش مختلف عن 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 الطبيعه اللي ربنا حطها. الاهلي الطبيعي بالظبط. الطبيعه احنا مش مختلفين يا جماعه. انا قبل كده قلت، وقلت كتير جدا يا كريم، ان احنا مش مختلفين، ان الاهلي ما اخترعش مبادئ، ما اخترعش ادب، ما اخترعش اصول، انا اسف جدا، ما اخترعش احترام للنفس. هو دي موجوده مبادئ النادي الاهلي، ما بكلمه مبادئ النادي الاهلي للاسف، لان في اخر فتره كثر تكرارها لخصها. كلمه مبادئ النادي الاهلي مش من، لا حتى طرحها في الاعلام، ان انت تطرح مبادئ النادي الاهلي وتطلع تهاجم مبادئ النادي الاهلي، وتطلع تشيد برضه الاشاده الكثيره بمبادئ النادي الاهلي. الموضوع سهل وبسيط، هي مش منتسبه لاشخاص. كريم اهلاوي جدا او يزعم ذلك، لما يخطا خطا هل الخطا ده يخص النادي الاهلي؟ لا، هو كريم غلط في حياته الشخصيه. الفيصل في ايه؟ لما كريم انتسب للنادي الاهلي وفي امر يخص النادي الاهلي ومشي باصول النادي الاهلي ولا لا؟ ايه معنى كلمه اصول النادي الاهلي؟ ان هو مشي صح. بالظبط. ايا كان، ايا كان ايه الموقف، ما فيش حاجه عصيمه. مبادئ النادي الاهلي يعني انا عدد كاتب دستور 1000 حاجه، ما في مواقف محتاجه استحدث فيها مبادئ النادي الاهلي. هو مش قانون، هو في النهايه مش قانون. مبادئ النادي الاهلي، بص حضرتك، هي في حاجات كده بتتحس، احنا كاهلاويه يعني هي دي المشكله. في حاجات كده انت بتحس نفسك، ودي عامل مشكله كبيره جدا مميز فيها. انا ببص المتناول حتى في حياتي الشخصيه، احنا ليه بقينا اهلاويه؟ يعني لما تكبر وتفكر انت ليه بقيت اهلاوي؟ ما انت دلوقتي خلاص باباك كان اهلاوي، فانت بقيت اهلاوي، بيجي عليك وقت زي ما بتفكر في اي حاجه في الدنيا، انا ليه بقيت كده؟ وبتبقى مخير مقغير. انا ليه بقيت كده؟ لانها متسقه مع نفسي. انا بقعد في الامتحان لغايه اخر ثانيه، انا بحاول الم درجات. انا يعني ايه مبادئ النادي الاهلي، او اللي انت بتشوف روح النادي الاهلي هي اللي بتطبقها على حياتك. بالزبط. شخصيا ما بتتجزقش، انت مختار ده. بالزبط. وهو ده الحب يعني. بالظبط. جميل جدا. الحب. جميل جدا. طبيعي ان انت تبقى مؤدب، طبيعي ان انت تبقى تحترم الناس اللي بيحبوك. المفروض تخيل بقى جماهير النادي الاهلي، طبيعي ان انت ما تبقاش لسانك طويل، طبيعي ان انت تجيب حقك بالادب والاصول، طبيعي ان انت لما ترد
ترد على راجل بالظبط، ما تردش على عيل صغير. لا طبيعي انت لما ترد على حد عاقل. انا اسف موضوع راجل، موضوع طبيعي. انا اسف يعني تعقيد، موضوع راجل ده ملوش علاقه بالسن خالص. انت ممكن تبقى كبير وشايب وعايب طبعا. الفكره كلها والله الاخلاق في ظاهرا في اللي بيني وبينك هو لسانك. الاخلاق في ظاهرا بيني وبينك في التعامل هو لسانك. لسانك ده هو انا بحاسبك عليه. احنا عندنا في الصعيد يقول لك ايه، الراجل بيتعلق من على جوبه. الراجل انت قلت كلمه انت هتنفذها لو على رقبتك بالظبط، قول الكلمه وبقى قدها. النادي الاهلي لم يتطاول وقال الكلمه وكان قدها. لم ولن برافو عليك، لم ولن. دي سياسه. جمهور النادي الاهلي هيثور على من يتطاول وينتسب للنادي الاهلي. مش شكلنا، مش طب مش احنا خالص، مش احنا يا حضرتك. جمهور الاهلي ده جمهور، انا اسف، رخم رخم مع مسؤوليه. معلش ده اسمه كابتن محمود الخطيب، وكاريزما كابتن محمود الخطيب احرف واحد لمس الكوره في مصر. ولما جه بقى رئيس النادي الاهلي وخسرنا بطوله افريقيا، مش هقول وصله للراجل، لان الراجل يعي معنى كلمه اهلي وحس زينا اكيد بدليل تصرفاته اللي بعدها. طلع قال ايه؟ الراجل استخدم كاريزمته. دي نقطه انا كنت عايز اتكلم مع حضرتك فيها. احنا بنقول احتقان 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 احتقان، حاسس ان الموضوع عايز يلم جميع الاطراف وكانهم كلهم متساوون في الخطا. احتقان والانديه، ووصلنا لمرحله مبتذله، ووصلنا صحيت الصبح اكتشفت ان احنا مبتذلين. يعني اذا صباح الفل الامن قال ان احنا عندنا احتقان فاحتقان. مع ان انا كدوري كاعلامي نبحث اسباب الاحتقان. ان انا امنع لو في ايد ان انا، والمشكله في ايد امنع. يعني انا كاعلامي في ايد ان انا امنع حاله الاحتقان بالظبط، مش انجرف ليها. ويوم ما يجي الامن يقول ايه اللي انتوا او اتحاد ماشي، فيجي يقول ايه اللي انتوا بتعملوه ده. انا اول لحد ان انا ما اعملش حاله احتقان او ان انا ابعد حاله الاحتقان اساسا. انت عارف حضرتك وانت مش طرف، انت عارف يا كريم مره قلت لهم يا جماعه على الهوا، ربنا يدينا طول العمر، ومن سنين السنين الاهلي يعني بقى له كام سنه ما شاء الله. انا عايز مره واحده بس، مره واحده بس الاهلي اثار مشكله، مره واحده بس الاهلي بدا بمشكله. نفسي بس اعرف مره واحده بس يا جماعه الاهلي حط، يعني الاهلي حط مشكله وقال لا انا عندي مشكله، انا هعمل مشكله خالص. انا او الاهلي او اي مسؤول الاهلي طلع مثلا قل ادبه، او طلع مش قل ادبه، طلع تجاوز. ما ليه بقى، ليه بتحطونا كطرف؟ احنا عمر ما كان عندنا من حسن حظنا عمر ما كان عندنا مسؤول لعان او سباب او عمره ما كان في مسؤول او حد انتسب للنادي الاهلي كان كده عمره. الناس دي بدري لو انتسبت للنادي الاهلي بدري بتبان وما بتبقاش متواجده. يعني التاريخ اللي بيقول مش احنا، انا بس بتدخلني في حاجات انا ماسك. لا 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 انا حضرتك يعني لا. وبعدين كمان يا كريم انت بتتكلم في ايه؟ انت بتقول عمر ما حد طلع تجاوز. عمر طبعا. بتتكلم في اللي ماسك الاهلي مين؟ لا 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 قامات. لو قالوا هيلاقوا ألف وراهم يقول. ما ألف مين؟ هيلاقوا ملايين. بس هيلاقوا ملايين بس، لكن احترام الناس قبل احترامهم هم كمان طبعا. لا يعني هو بيحترم، هو احترامه للناس واحترامه لنفسه، هو حاسب نفس الحسبه يعني. هو لا لا انا بس كنت عايز اقول لحضرتك نقطه بس في الحاجه اللي فاتت. لما انا اجي اساوي كل الاطراف ببعضها كاعلام، مش عايز اذكر ناس بعينها يعني، هم اكيد كل واحد عارف نفسه يعني، وعارف برضه الاسباب هو ليه قال كده. ناخد الطرف اللي يخصنا، ان احنا مالناش علاقه بالاطراف الاخرين. احنا عندنا مسؤولين النادي الاهلي جميعا بلا استثناء على راسهم كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب كان ايه دوره؟ شخص عارف يعني ايه النادي الاهلي، فظهوره تلفزيوني شبه منعدم او نادر في المرات القليله جدا اللي ظهر. كل مره كان يحس الجمهور على عدم التجاوز. ده اقوى واحد اذا اعتبرنا ان هي ازمه، اقوى واحد ذو كاريزما وسط كل اطراف الازمه، النادي الاهلي ومسؤوليه وكابتن محمود الخطيب كشخص كلاعب كوره استخدم كاريزمته دي. هو نفس المشهد اللي كان بيعمله هو لعيب كوره مع كابتن حسن شحاته، وهو بيمسكه من ايده يا جماعه لا خلاص يبقى خلاص، بلاش تجاوز يبقى بلاش تجاوز، هو لا يستحق فهو لا يستحق.
كل مره يدعو جمهور النادي الاهلي ان بلاش، هو مش عايز الاحتقان، ده دور المسؤول. وده الفرق ما بين مسؤول وغير مسؤول، ده الفرق ما بين مسؤول وغير مسؤول. انما ان انا اطلع واجمع الدنيا وامتاز بالسوفسطائيه الشديده، السوفسطائيه الغير عاديه، ده امر يعني بيخليني ادخل المواضيع كلها في بعضها واشتم ده واقول على ده كذا واقول على ده عمل كذا واقول وكله كلام مرسل وكله كلام مصادر. انا كمسؤول للنادي الاهلي اطلع ارد عليه ازاي؟ انا كصحفي ما اطلعش ارد عليه، انا كصحفي في جريدتي مش على السوشيال ميديا ما اطلعش ارد عليه، ما ادهوش المساحه ان هو يتشاف اكتر مما هو عايز يتشاف. هو ان انت تقول اسم النادي الاهلي دي في حد ذاتها ماركتنج لنفسك، انت بتسوق نفسك بسلعه بايعه نفسها بنفسها، سلعه انت بتقولها خير شر، محدش هيسيب النجوميه ويمشي بسهوله، محدش هيسيب الاضواء ونجوميه النادي الاهلي ويمشي بسهوله، وده قدرنا ولازم نتعامل مع هذا الاساس. بس يعني ده النقطه. انا عايز كمان ااكد على كلامك يا كريم في شخصيه الكابتن محمود الخطيب، وقد ايه هو فعلا عمره ما سعى الاحتقان او عمر ما الفكره اساسا جت في دماغ حد في النادي الاهلي اساسا، لما كنا في المنصوره وهو بيتوج كشخصيه 800 سنه منصوره، لما اختاروه محافظه الاهليه وجامعه المنصوره العريقه الكبيره، اختاروا الكابتن محمود الخطيب كشخصيه ل 800 سنه. بس الموضوع ده هتكلم فيه، الموضوع ده يعني هتكلم فيه ولازم ياخد حقه مننا تحديدا كمان، لان انا شفت كنت شاهد عيان على اللي حصل في المنصوره، وجمهور المنصوره انتوا عارفين بقى الاهليه محبين قوي للحاجه الحلوه، والحاجة الحلوة دايما بتكون في النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، الحاجة المحترمة بيمثل حاجة عشان حلوة، عشان انا شايف ان اللسان والاحترام والادب بالزبط. هو اللي جاب الحب ده بالظبط يعني بالظبط. فانت عارف الجمهور بتاعك برضو حاسس قد ايه انت عانيت تمام، وقد ايه انت كل من هب ودب قال ادبه عليك، وانت التزمت التزمت الصبر والتزمت حدودك، وقد ايه كنت واجهه مشرفه كالعاده. اصعب حاجه انك تتحكم في اعصابك وسط ضغط، طبعا طبعا. او ما يميز رجل عن الاخر هو الكنترول اللي انت حضرتك بتتكلم فيه بالزبط. هو يعني الناس اللي هي بيقولوا عليهم مجانين، يعني لما تقول على واحد اصل ده مجنون، ما هو بني ادم طبيعي جدا في العادي، بس مش عارف يتحكم في اعصابه بالزبط. ما انا جوايا طاقات نفسي اطلعها حاليا وانا مع حضرتك، ولكن مني والله العظيم يعني. ولكن انا وحضرتك نجتمع في منبر وقناه النادي الاهلي، انا وحضرتك نجتمع، يبقى نتكلم باسلوب وبما يليق بالزبط. وبما يخلينا نحترم نفسنا والمشاهدين والنادي الاهلي. برافو عليك، يعني حاجه شارحه نفسها بنفسها يعني. برافو عليك. ففي وسط الاحداث انت عارف بقى الجمهور حاسس ان كابتن الخطيب داس عنا جدا عليه وهو ساكت وصابر، فالجمهور بيطلع لا ريزه بقى، فقال لهم لا وقف، قال لهم لا خالص، مع اننا احنا انت عارف يعني انا شفت الفيديو، لا ده ثلاث مرات، لا لا ده كمان جوه كمان ده كان جوه كمان موضوع تاني بقى، خلي بالك كان جوه موضوع تاني خالص يعني. لكن زي ما انت بتقول فعلا ده اللي بيفرق راجل عن راجل، ده اللي بيفرق عن مسؤول عن غير مسؤول. كلام انا بصراحه انا ببقى مبسوط بيك وطاير من الفرحه، انا مش عايز اتكلم خالص. احنا يعني كلنا سعداء، فارس وكيشو كانوا سعداء جدا وادوني انطباع قبل ما اجي ان انا هبقى مرتاح، وقد كان. لا ده مكانكم، ربنا يخليك. العظيم تعالى عايزك تشرب الشاي، نطلع فاصل. ماشي نطلع فاصل مع برجاوي، نشوف تقرير مع الدكتور اشرف صبحي ووزير الشباب والرياضة، ونرجع لحضراتكم نكمل مع النجم الجميل اللي مشرفني كريم رزق. على روح الدكتور خالد توحيد وحادث قطار رمسيس. السلام عليكم جميعا. طبعا بأكرر زي اللي زمايلنا قالوه ومن القلب بننعي بمزيد من الحزن والأسى هذا الحادث اللي تم صباح اليوم، وطبعا كان في تحرك سريع جدا من خلال دولة رئيس الوزراء وطرف المجلس الحقيقه وبعض الوزراء المعنيين للاطمئنان والمتابعه الحثيثه جدا، لان هو حادث وحادث يعني مش ممهد، وحادث حادثه لكن الحادثه ثقيله شويه وكبيره شويه.
واكيد في متابعه لكل اللي في المستشفيات واللي موجودين، وان شاء الله ان شاء الله يعني ما تكررش هذا كثيرا، وربنا يرحم اللي توفى ويشفي المصاب. المنطقه اليوم دي اكتر من هدف، لكن زملائنا او الزملاء في الوزاره حابوا ان هم يقولوا الجاز. هو انا يمكن في حريه للزملاء في العمل وديليجيشن زي ما بيقولوا او تفصيل سلطات، لكن هو عملنا يعني هو ليس انجاز، لكن هو الوضع الطبيعي ان احنا نكون في مجال عملنا. بس يمكن رؤى الفترة اللي فاتت او الرؤية اللي موجودة من البداية، اكمال برضو استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لكل من سبقونا مع تطوير مرتبط بحاجة العصر وحاجة الوقت. اكيد كان من اول اسبوع حطينا رؤية عامة لشغلنا في الفترة اللي هنبدأها يعني، ونظمنا الرؤية ديت في مجال القطاعات الشبابية وفي مجال التطوير والقطاع الرياضي. والقطاعات الشبابية قلنا ان احنا ندخل كل مجال، وهنهتم بتقسيم المراحل السنية، وهنتفاعل مع المعدلات الرقمية. احنا الشباب لو بنتعامل لغاية 40 سنة، حددنا لغاية 39 سنة 40 مليون، احنا ازاي نوصل لهذه الشرائح، ولما نوصل لما بعد، لان حتى يعني تعريف العمر الفسيولوجي للامم المتحده قالت سن الرشد لغايه 60 سنه زائد الجزء الانساني المفروض وزاره الشباب والرياضه بتعمل فيه في المجالين. مجموعه من الشباب زي مبادره تحيا مصر، وجابوا ناس من الخارج زي كل المبادرات اللي موجوده زيها بالظبط. الاستاذ محمود شاوي نموذج جيد جدا للشباب الصحفيين، اللي لما يعني بفر كده على الفيسبوك واشوف الاراء، الزملاء كلهم بيحيوه بيحترموه، جوائزه الدوليه. فهو في الحقيقه كان مبادر بموضوع فكره التميز، وعلى اعتبار ان ده بيحصل بره وغيرتنا دايما، ليه ما نبقاش احنا مبادرون للافكار، وليه ما نبقاش في كل مجال يعني. فبالتالي المبادره قلنا له لا، انت انا على المستوى الشخصي قلت له انت اشتغلها المبادره وفكر فيها وهات المنتج بتاعها، احنا نساعد بكياننا التنفيذي نكون بس سبورت، لكن انت اللي تعمل واحنا نسند معاك. وبالتالي في اطر شرعيه معانا زي الرابطه، لان احنا بنتشرف ان رابطه النقاد والصحفيين هي ممثل شرعي للمنظومه. فبالتالي احنا انت فكرت، احنا وراك يا استاذ محمود ومعاك، وكمان متواصلين مع الرابطه علشان هي كمان من اهدافها تنوع وتطور عملها فيما يخص الرياضه، واحنا المجال الرياضي. فالنموذج اللي بدي فور اكزامبل عليه او النموذج ليه هو اللي بنقوم بيه في كل مجال. المبادر بيجي بنشوف ايه الامكانيه، الفكره عشان تنقل لحقيقه ليها بعض المعايير، يعني ممكن يكون في افكار لكن هي مش تنجبل مش ممسوكه، فمش هنقدر نحولها الى موضوع يمكن تطبيقه، لكن الافكار اللي بتنقل الى موضوع يمكن تطبيقه اكيد بنفلترها في اجهزه وادارات بتاخد يعني الموضوع ده وتبدا تشتغل فيه بشكل كبير. انا حبيت يعني احط نقطه للرف، لكن مش المجال ان انا اتكلم على الجائزه التميز الصحفي والاعلامي للشباب الصحفيين في الحقيقه، لكن لما ارجع تاني من ضمن رؤانا اللي كانت موجوده في الرياضه، ان طبعا الشباب احنا داخلين في الثقافه في الفنون في الاداب في كل حاجه يكون فيها الشاب المصري احنا موجودين. يسعدني ويشرفني ان اتواجد في هذا المكان لاطلاق فكره شبابيه 100%. وهنا لا بد وان اوجه الشكر الاهلي قبل الحديث في تفاصيل المسابقه. اشكر الاستاذ العزيز الدكتور الفاضل اشرف صبحي لتحمسه الشديد لاطلاق اول جائزه لشباب الصحفيين والاعلاميين في مصر. وهي أول جائزة توجه للشباب بشكل خاص في هذا المجال الصعب والذي يحتاج المنتسبون له التقدير الأدبي من آن لآخر، لأننا في النهاية في مهنة الزائر تحتاج دوما للتشجيع. ترجع حكاية الفكرة إلى كلمات رقيقة تلقيتها من معالي الوزير الذي دائما ما يشيد بأي شاب ناجح نجح في رفع اسم بلدنا الحبيب. وعندما اكرمني المولى عز وجل بجائزه الصحافه العربيه كان الدكتور اشرف صبحي اول المهنيين. وبعد تولي سيادته للوزاره بعده اشهر عرضت على سيادته الفكره، فكره تشييد جائزه لتشجيع كل مبدع وكل صاحب موهبه
في الصحافة والإعلام، وعرضت على سيادة المشروع كاملا. لكن الوزير وضع الكثير من البصمات المفيدة عليه. أشكر كل من تعاون معنا داخل الوزارة، كل الشكر والتقدير للأستاذ الفاضل محمود الجراحي، الدكتور تامر عبد العظيم مدير المكتب الفني والذي أرهقته كثيرا في هذا الملف، الدكتورة أمنية فخري وهي بالمناسبة بطل مصر خماس الحديث وعضو المكتب الفني للوزير بجهودهم البالغة معه. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان تقرير عن الدكتور اشرف صبحي في المؤتمر النهارده، ولسه منورني ومشرفني الناقد الرياضي الشاب كريم رزق. كريم اهلا بيك مره ثانيه. اهلا بيك يا كابتن. نكمل بقى. اتفضل. اتفضل انت. اتفضل. قلت لك الوقت بتاعك كله. انا كنت عايز برضه اتكلم في ازمه اتحاد الكوره دي. حاله جمهور نادي الزمالك حاله غريبه، تناول الموضوع غريب شويه واعلامي، و هنا بقى له اعلام رسمي الزمالك، فبالتالي بيقولوا انا سمعت مع انت لما بتأجر بيبقى رسمي، ما دام انت اللي دافع يبقى رسمي. تمام. لو انت اللي دافع. فانا كنت عايز اتكلم عن الاعلام الرسمي وصياغته وطريقه كلامه وطريقه تناوله للموضوع. نادي الزمالك لو كان لعب الجوله بتاعه الكاس اللي كان مصمم مين عليها بقيه الاطراف، كان نادي الزمالك وهو حاليا يعاني جدا 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 في بطوله افريقيا كان هيبقى ايه وضعه؟ كانت هتبقى مشكله لما قصر، وبعدين هسافر انجولا السفريه 7 ساعات وترانزيت ومشكله كبيره. يعني هو ممكن ما يكونش سافروا انجولا او الجيل ده ما سافرش مثلا السفريات اللي من النوعيه دي. حتى ده موضوع صعب، يعني ان انت ما عندك لعيبه معظمها ما لعبتش افريقيا وبتاخد الخبرات بدليل عدد النقط الضئيل جدا، دي مشكله. لو كنت لعبت بقى ماتش الكاس، جولة الكاس بالظبط، الموضوع كان هيبقى صعب، كان هيبقى صعب جدا. احنا متعودين على الكلام ده. يبقى النادي الاهلي عشان جمهورنا برضه، احنا باشمهندس عدلي دايما يقول كلمه بحبها، يعني جمهور الاهلي بقى خفيف، بقى خفيف قوي. جمهور الاهلي بقى خفيف، احنا بقينا حساسين زياده عن اللزوم، بنخاف جدا على النادي الاهلي. الكلام ده صح، بس الموضوع بقى زياده عن اللزوم. يعني سيبوا الناس تطلع وسيبوا الناس تتكلم وسيبوا في الاخر نشوف النتائج. ايه اللي هيحصل؟ ايه جمهور الاهلي بيستفز من ابسط الحاجات. جمهور الزمالك سايب كل المشاكل ورايح لجمهور النادي الاهلي، اصل انتوا ما رضيتوش تلعبوا، اصل انتوا ايا كان اللي هيقولوه. انت يا سيدي الفاضل لو كنت لعبت كان هيبقى ايه وضعك؟ مش بعيد او الارجح ان انت كنت خسرت البطولتين اللي انت بتلعب عليهم. انت محتاج في انجولا فوز، لازم يعني فوز، ان انت ما فيش حل تاني عشان تحاول تصعد او تكمل بقيه المشوار. فمنين ومالكش خلفيات سابقه في افريقيا تقول ان انت كنت اخير مجموعه وطلعت بقيت اول مجموعه؟ كل دي عوامل انت كجمهور نادي الزمالك عادي جدا مش فارقه معاك. والله يا كريم انا ساعات بعذر جمهور الزمالك، بكلمك بجد، يعني ساعات بعذرهم قوي. تخيل هم يعني بعيد جدا عن افريقيا، بقى لهم كتير جدا ما خدوش بطولات افريقيه، والدنيا بعد ما كانوا في الدوري فارقين يعني قربت جدا نقط كتير جدا، فهو ملوش متنفس اساسا ان هو غير ان هو يمسك في اي حاجه فيك بقى. بالظبط. فانا بعذرهم بصراحه. هو بس ده مش عذر، هم مش كانوا زايدين عنك في الدوري كتير؟ يبقى يركز في فريقه. ما هو ده دي المشكله، ما حصلش. دي المشكله، تعذره لو كان ركز في فريقه لم يحلفه الحظ، تعذره لما يكون مركز في فريقه ولم يحلفه الحظ في ان هو ان هو يجيبك او كده. خلاص لا انا اديت قد ما كنت عايز وعملت اللي عليا وخلاص ما حصلش نصيب، فبيطلع مني بعضا من العصبيه او ما شابه. لكن تبقى راكب على حد قولك الدوري وفارق بعدد النقاط ده، وتختلق ازمات للمنافس، تختلق بمفهومها، تختلق انت ازمات للمنافس، دي جديده، دي المشكله. بس بطمن بيها. انا بطمن بيها. طول ما هي موجوده يبقى ما فيش اي شيء تغير. انت عارف الغزاله اسرع من الاسد؟ عارف المعلومه دي؟ لا. الغزاله بيقولوا اسرع من الاسد. الغزاله ممكن تجري وتسبق الاسد، لكن هي كل شويه تبص وراها يروح الاسد واكلها. هي كل شويه تجري تروح بص وراها يروح الاسد واكلها. هي دي. فبيبان يعني لا وحلو تشبيهك برضو وامثلتك جميله. يعني انا اقول لك على مثال حلو جدا عشان نقفل القصه دي خالص. نقفلها خالص. اللي بيتحجج اصل الاهلي حكام،
اصل الاهلي مش عارف بيجاملوه مين، اصل الاهلي مش عارف بيجاملوه. النهارده والله العظيم وانا جاي في الطريق افتكرت ماتشنا مع الاهلي لما كنت بلعب في امبي، الماتش لما الدوري ضاع من الاهلي والزمالك خده. خلي بالكوا احنا جايبين لكم دوري، ها دوري. يعني المفروض 11 دوري واحنا الدوري بتاعنا امبي. ماشي. عارف انت بتلعب في وسط جماهير اهلي، احنا كامبي ما عندناش حد بيشجعنا اساسا خالص، رايحين احنا رايحين بنستقوى جمهور الاهلي احنا كامبي كمجموعه امبي. ومش عايز اقول لك، انا كان مش عارف كان مين اللي بحكم، كان الكابتن رضا البلتاجي باين وائل جمعه اداني بالبنيه في وشه، قلت له شايف؟ قال لي لا مش شايف. هو شايف يعني هنقول بص كل حاجه كانت ضدنا وكسبنا علشان ما بصيتش هو. لا 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 سيبك من الكلام ده خالص، اكسب يعني انت اكسب وخد الدوري، يعني خد الدوري محدش ياخده منك، اكسب محدش يرغي لك اجوال. لكن كل شويه بقى تقول اصل الاهلي حكام. طب ما انا بقول لك هو امبي وغدنا لكم دوري، مش بعيركم والله العظيم، انا بقول لك يعني هديه. انت بتلعب وكنت بلعب في وسط ضغط جماهيري جدا يا كريم، وحكام عايزين الاهلي يكسب، احنا بقى كنا معترضين كده بقى والدنيا كلها ضدنا وكسبنا. حد خد الدوري مننا؟ لا. حد قصدي خد الثلاث نقط مننا؟ لا. حد خد الدوري من الزمالك قال له مثلا انبي جاب لك الدوري؟ مفيش فريق يخسر بطوله بالحكام، ده عمر حقيقي. ما ده اللي بجد، ده انا والله العظيم والله العظيم بكلم جماهير الزمالك بجد. انت لو كسبت محدش هيقول لك هات الثلاث نقط. هو على ذكر انت لو خدت بطوله محدش هيقول لك خدها. على ذكر المباراه دي يعني وذكر نادي الزمالك، كان مين بيدربكم؟ مش فاكر والله. احنا طلعنا عليك كابتن طه بصري كان بيدربنا احنا امبي. امبي لا امبي انا، انت بتقولي لا انا عليكم انتوا، كان بيدربكم طبعا زملكاوي. عمرك حسيت فيه؟ عشان هو كان بيجي قناه نادي الاهلي كان ضيف دايم فيها زمان اول ما فتحت يعني، وكنا كلنا بنسعد بيه رحمه الله عليه. عمرك سمعت واساء لحد؟ وبالتالي عمرك سمعت رد فعل سيء من جمهور نادي الاهلي؟ الاهلي بيعشقه. كابتن طه بصري رمز وقيمه واحترام، كابتن حماده حريه امام، كابتن على فكره مسؤولين نادي الزمالك زمان رغم الاختلافات الشديده في السياسه والاداره لكن الاحترام كان طبعا. كابتن حسن شحاته الناس الجميله دي. لا وحتى اداريا، ما هو اداريا وحتى اداريا انت عشت كلها عصور يعني، كنت تلاقي رئيس مجلس اداره ورئيس اتحاد كره زملكاوي في نفس عبد الحكيم عامر مثلا بالزبط يعني بالزبط وفي نفس الوقت الاهلي مش متضرر وهو والامور. انا عشان كده بقول لك انت اكسب ما تبصش وراك، هي المشكله ان ده زي ما انت بتقول بس ما هيعملوا ايه. طيب لا وفي ناس كتيره واجهت المشكله دي يعني. كابتن حسن شحاته قال خاطب جمهور الزمالك انه لازم نطلع من هذه سماها بعقده الاضطهاد، او يعني هي الشخص بيبقى عنده بارانويا عموما يعني الانفصام انواعه كتير، في من ضمنهم نوع لما بيبقى عندي جنون العظمه ان كله مضطهدني برضه انا وانا 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 في نفس الوقت برضه كله مضطهدني موجوده هتفضل طول عمرك عايش فيها. انا طول ما هي متواجده انا ببقى كاهلاوي مطمن يعني مهما تاخرت ومهما حصل لي دروب، لان انا كده كده هيحصل لي دروب كده كده. النادي الاهلي والرياضه النادي الاهلي مش جاي يخرق نظام الرياضه، الرياضه مكسب وخساره. النادي الاهلي بيحاول يبقى سباق في الرياضه، سباق في المنافسات، يفضل هو الاول على طول، مستوى طموح جماهيري مختلف نوعا ما بسبب تاريخه، بسبب قيمته، بسبب قدره المجتمعي، كل الكلام ده هو ده الفرق ما بين الاهلي والزمالك. لكن حقه مشروع يعني، نادي الزمالك لو بص كويس وركز على اخطائه. انا دايما كنت يعني بحب اربط مثال واحد فقط الا هو كابتن يعني لعيب في نادي الزمالك كابتن باسم مرسي، كان بيطلع يستفز جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي بيتبادل معاه الاستفزازات على السوشيال ميديا. جمهور نادي الزمالك كان بيبقى مبسوط جدا جدا باي حد يستفز النادي الاهلي طبيعه يعني انا برضو المنافس بتاعي برضو مش عايز اعيش في هدوء. فكانوا بيبقوا مبسوطين بيها، فبقى باسم الحاسم بقى هداف الدوري بعديها بسنه، لا بعديها بشهرين، للتعامل الخاطئ من قبل الجماهير مع اللاعب، واللاعب مميز جدا وعنده قدرات فنيه اثبتها على مدار الموسم ما قدرش يكملها. ليه؟ يكمل على نفس المستوى بسبب تعامل الجماهير. النادي الاهلي انا فاكر كابتن عماد متعب، اسمه كابتن عماد متعب، احنا عندنا مشكله انت مهاجم وعارف عندنا مشكله كانت من بعد كابتن حسام حسن ما مشي ان القطاع ما طلعش مهاجم ودي حته عند النادي الاهلي جوه
يعني اللي عايش في النادي الاهلي جوه هيفهمها. في عمود فقري كده لازم يبقى من قطاع. فمستنين جه حماد متعب اول سنه كسر الدنيا واصغر هداف في تاريخ الدوري المصري. تاني سنه الامور ما بقتش تمام. الجمهور جوه بعت له مسج مش عايز اقولها، يعني هي ما فيهاش تجاوز. يا متعب يا ابن الحلال ابعد عن فنان فلان فلان يعني. ابعد عنه جمهور الاهلي. وايه انا واخد افريقيا؟ ايوه واخد لا راجع من سيزون عجاف عجاف. امام متعب ده فعلا بطل متعور، ده هداف وعمل كل حاجه، مش خلي دوري مش بقى هداف دوري لا لا. ويعني ايه منتخب مصر وبيلعب على اسماء زي احمد حسام ميدو وزي عمرو زكي وزي لا بيلعب اساسي. كانوا مسمينه الفتى المدلل. جمهور الاهلي تعامل معاه ازاي؟ كان يغيب يغيب بسبب هذا التعامل، يغيب يغيب ويغيب عن مستواه، تلاقيه في الماتشات الكبيره زي ماتشات الاهلي والزمالك. انا وحضرتك كنا لسه بنتكلم عن ماتش 4-3 دي، ست شهور ما سجلش، ست شهور طلع من تحت الارض بيجيب جون ما يعرفش يجيبه غير عماد متعب وهو فورمته وهو مركز. يعني ايه هو عماد متعب بس ماركه عماد متعب. فدي اللي بيعملها الجمهور. ابو تريكه بقى، ابو تريكه بعد العطاء النادي الاهلي بيتميز بحاجه مهمه جدا الا وهي ايه؟ القدر او المكانه يتناسب طرديا مع حجم العطاء وعكسيا مع حجم اخفاقك معايا. طبعا يعني انت هتبوظ الدنيا وهتبقى مش كويس معايا فانا مش هبقى كويس معايا. انت على قدر التنازلات، يعني بمعنى اصح على قدر التنازلات. انت تنازلت، لا انت شوف دلوقتي مكانه وليد سليمان فين؟ اللي انا نفسي من ناصر ماهر، خلينا نتكلم بقى في النادي الاهلي شويه. نفسي بقى ناصر ماهر لما ياخد مثال قدامه يبقى كابتن وليد سليمان. مقدار العطاء انا في تجديد ما بتكلمش لان حاسب حسبه حلوه اهو، لا رزق بيد ربنا وانا اسمي وليد سليمان لكن سبب نجوميتي انا عارفه كويس قوي الا هو النادي الاهلي. زي انا كريم رزق الله ما كنتش هبقى قاعد قدام حضرتك او ما كنتش حد يعرفني او ما كنتش هتشرف بلقاء حضرتك الا باسم ربنا يخلي حضرتك الا باسم النادي الاهلي. يعني دي حاجه كده مفروغ منها. اللي ما يعرفش ده، يعني احنا كان عندنا حاجه في السياسه التعاقديه انا والله ما اتكلمتش فيها مع حضرتك اهو على الهوا بس انا هتكلم معاك فيها. يعني النادي الاهلي لما بيجيب لعيب يمضيه في الفتره الزمنيه اللي حضرتك كنت فيها اللي هو الدنيا كلها تعي معنى الاحتراف، العالم كله يعي معنى الاحتراف، واحنا دخل لنا مفهوم في مصر كلمه صفقه الانتقال باسم صفقه قلنا شيخنا عدلي القيعي. النادي الاهلي لما كان بيجيب لاعب اول سؤال انت اهلاوي عايز تلعب في الاهلي؟ اول سؤال اهم سؤال قبل ما اعمل اي حاجه انا عايز العب في الاهلي. طب تمام امضي، انا ما اتكلمتش معاك في بنود ولا انت كلاعب ليك عين، انا اسف هو حق ليك لكن انت كلاعب يعني خلاص والنادي الاهلي وجابني وبتاع اكيد بيقدروا الناس، اكيد بيقدروا الناس دي اكيد بيقدروا الناس ماديا وغير ماديا. اللي يجي يقول لك اصل ابو تريكه وخد حب الناس، لا لا كل الناس خدت، ما فيش على راي كابتن ثابت ما فيش حد لعب ببلاش. انت خدت نجوميه وخدت اسم وخدت شعبيه وخدت اكيد ما لعبتش ببلاش، خدت فلوس وربنا يزيدك ويبارك لك فيها. كابتن وليد سليمان مثال لده. يعني كابتن وليد سليمان انا شايف ان القدر مصمم ان كابتن وليد سليمان يبقى هو نجم الرقم 10 ويعتزل على هذا القدر يبقى اوحد في التوقيت ده. نحس بان هو النجم، طاقه الجمهور كلها تطلع مع العطاء بتاع وليد سليمان مع العطاء بتاع حسام عاشور، ما يبقاش في حد ما يستحقش يقاسمهم ده. فهو قدر احنا شايفين ان هو صادف معانا كويس جدا. بمناسبه ناصر ماهر يا كابتن عايز اتكلم عن فرقه 97 عشبال النادي الاهلي. تمام؟ فرقه 97 او ناصر ماهر الناس لازم تصبر عليه، احنا ياما صبرنا على لعيبه كبيره ولعيبه كويسه وما نقدرش نقلل من قيمتها الفنيه، صبرنا عليها كتير عشان توصل للمستوى اللي انت عايز تشوف ناصر ماهر بيه حاليا. ناصر ماهر دلوقتي. جوهره. خلي بالك جوهره ولازم هو يقعد يدوس على نفسه وانا شايف ان هو بيدوس على نفسه الفتره اللي فاتت دي وكان ما كانش ياخد 90 دقيقه وكان كمان حمدي كمان اللي طلع من تحت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حمدي راجع احمد حمدي كورته هاديه ولعيب لعيب تقيل لعيب اهلي. هو دي فكره لعيب القطاع يا كابتن دي اللي وصلك افريقيا برضه لعيبه انت رجعتهم من القطاع سواء ايمن اشرف او اسلام محارب او 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 لعيبه القطاع النادي الاهلي اللي شرب بالنادي على فكره مش شرط يبقوا قطاع بس المهم ان انت تشرب. احنا فعلا كنا كريم بتحط لما رحت النادي الاهلي عن نفسي وكل اللعيبه اللي كانوا معايا كده عمري ما شفت حد في النادي الاهلي كان بيتكلم في فلوس في عقود. لما انا اتحط لي المهندس عادل كان بيقول لي عايز كام قلت له كام مين يا باشمهندس بالظبط انت بتتكلم في على فكره بالمناسبه يا جماعه عشان انا يعني طلع مسؤول كبير يعني
المفروض ان هو مسؤول كبير، قال ان انا كنت بجري عشان اروح نادي الزمالك. والله العظيم الكلام ده ما حصل خالص، لا الزمالك ولا الاهلي، لان انا لعبت 25 سنه وما كانش في طموحاتي اصلا ان انا اروح زمالك او اهلي. لما الاهلي قال لي تعالى طبعا دي كانت قمه الفرحه بالنسبه لي، فنبطل بقى اي كلام بقى. طب ما هو اكبر رد تواجد حضرتك هنا ده فضل من عند ربنا. تمام. ان انا هنا عشان ابقى متواصل مع الناس اللي هم الاهلاويه اللي انا بعشقهم فعلا وبعشق في المكان. وانت قد ايه عارف يعني ايه عشق الاهلي بصراحه. الحمد لله. انت الحمد لله. نورتني وشرفتني. شكرا لحضرتك. انا يا رب ان شاء الله يبقى لكم مكان اساسي هنا، وان شاء الله انا شايف ان انا بس إن كنت عايز في نهايه الحلقه باذن حضرتك، يعني انا يا استاذ خالد توحيد اتشرفت قبل وفاته، ما لحقتش فتره كبيره من عمره وحياته ان انا اتعامل معاه، ولكن كان ليا بعض اللقطات معاه اتشرف بيها جميعا، اتشرف بكل كلمه قالها لي حتى لو كانت نصيحه. كان في وقت من الاوقات عايز يعلمني يعني ايه العمل المؤسسي، ودي حاجه فهمتها بعدين، فهمت فضله عليا بعدين من مواقف بسيطه جدا. رحمه الله عليه، مؤسس من مؤسسين هذا المكان، من مؤسسين مجالس، لو هنعتبر ان في حاجه اسمها مجلس تحرير للخطاب الاعلامي للاهلي، فهو استاذنا كلنا رحمه الله عليه يعني. اكيد يا كريم، بشكرك جدا ودايما منورين ومنورنا في اي مكان بتمثله. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شرف اتكرر باذن الله كتير. باذن الله. شكرا لحضرتك. دي كانت نهايه فقرتي معاكو. عايز اقول لكم حاجه قبل ما اقفل بس، ونستقبل عمر ربيع ياسين عشان يكلمنا في الاخبار العالميه. عايز اقول لكم احنا بنهزر مع بعض، احنا جماهير اهلي وجماهير زمالك، لكن انا بالنسبه لي والاهلي عموما كده، الجماهير عموما في كل مكان خط احمر بالنسبه لنا، خط احمر. احنا نهزر وننكش بعض ونقعد نتكلم مش عارف ايه ونتريق شويه، لكن انتوا او الجماهير الاهلاويه وجماهير الزملكاويه وكل الجماهير اخوات في الاول وفي الاخر اخوات، ولا يمكن لا يمكن اي حد ممكن يفرق بينا غصب عن اي حد. هنفضل اخوات وهنفضل حاجه واحده. احنا بقى ننكش بعض اهلي وزمالك وكوره ومش عارف، لكن في الاول وفي الاخر احنا اخوات، والا الجماهير احنا بنهزر في الاول وفي الاخر. وان شاء الله نفضل كده على طول، وان شاء الله الرياضه المصريه دايما في تقدم ودايما لفوق. اخر حاجه برضو هقولها لكم، رد فعل النهارده كان غريب جدا بالنسبه لي لما قالوا ان احنا بصراحه الجواب الامني اللي جه كان حاجه جميله جدا. كان حد في اتحاد الكوره قال كده، وبصراحه شال الاحتقار راح جميع الاطراف. طب انتوا فين؟ ما كان القرار في ايديكم. شكرا جدا يا جماعه ليكم، وان شاء الله اكون بتشرف مع حضراتكم بكره باذن الله. وبشكر النجم كريم رزق، وبشكر كل النجوم بتاع السوشيال ميديا، حماه النادي الاهلي، مع كل جمهور النادي الاهلي اللي بتشرف دايما ان انا جزء منكم، واسيبكم مع النجم عمر ربيع ياسين والالعاب العالميه. شكرا جدا لحضراتكم.